سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحه جيده وبخير وعلى خير. والبنيات اللي عنده شي بنيتات كيدوز امتحانات ولا وليدات، الله يسهل عليهم والله يسر لهم الامور ان شاء الله باذن الله، وبالنجاح لوليداتنا ووليدات المسلمين جميعا ان شاء الله. واللي بتزوج الله يكمل عليها بخير والله يفرحها، واللي حامله الله يفك وحيلها على خير، واللي تفكات الله يتربى في عزها ان شاء الله، واللي ما دا يديها الحنة الله يجيب ليها الله ان شاء الله شي رزق يكون مزيان. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديالي ان شاء الله يلقى كل واحد بخير وعلى خير، وفي داكشي اللي كيتمنى يلقاه ان شاء الله. ما نطولش عليكم البنات، جيتكم بجلي البنات جداد، كنتمنى كما العاده يكونوا خفاف ظراف على القلوب ديالكم. هذا الجليبه في الخزي براندة البنات غزاله، هانتوما كلها راندة بالعقيق، كتجي غزاله كريفة البنات صلا وقفة. هانتوما حتى في التركيز في الجناب كلها غادية بالعقيق البنات، هانتوما كتجي غزاله في اللبسة، شتوها كتجي فن فن فن. انا بعدا عجباتني، ماشي كحل دوكا ملي كنبعد البنات كيبان كحل، انا اللي لابسة الكحل. هذا الخزي 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 البنات خزي، ها هو كيجي غزال ملي كتبعدي على الكاميرا كيبان بحال بحال سميتو بحال كحل. خزي براندة بالعقيق، كنتمنى تكون عجباتكم ورقة الذوق ديالكم، راه كتجي خفيفة وفي نفس الوقت كتبان شي حاجة زوينة. هانتي كلها بالعقيق، لعشاق العقيق دابا أصلا كلشي دارج بالعقيق، ماشي أي عقيق، راه بالزمرد البنات. هانتوما شتو اللمعة ديالو كيفاش كتجي، شتي مع الكاميرا راه كيعطي واحد اللمعة اللي خطير، كلها غادية بالزمرد البنات، راه حتى لتحت هانتوما كلها 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 حتى لتحت شتوها، والجنيبات حتى هما عقيقة عقيقة وراندة. بصحة صاحبتي سهيلة، تلبسي وتعاودي بالصحة والسلامة إن شاء الله. هانتوما البنات كاين هاد الموف، اللون في اللون بحال الزواقة اللي كانت دازت في الموف، في الموف بارد والموف مغلوق، جات غزالة هانتوما من السطوق. هي راه كي معان في جمالية منين بداك المعلق ان شاء الله، راني غناخد ماكان، ولكن واخا هكاك راه غادي نصور لكم هكا ومن بعد تلبسها الماكان باش تبان واضحة. نص طوقة البنات هانتوما العقيق اللون في اللون، صالة مخزانية البنات بالخراط، صالة مخزانية هذه البنات بالخراط هانتوما بالخراط، شتوها صالة مخزانية بالخراط كتجي غزالة كميماتها هما. هانتوما البنات كتجي غزالة غزالة غزالة، عجباتني أنا كتجي فنة اللون في اللون، فيها العقيقات هانتوما البنات كتجي غزالة صالة مخزانية البنات، شتو بصحة المولات. غنقدم لكم واحد الجليبة في البلوغوا، نتمنى تعجبكم. كريب في البنات صالة واقفة في فازين، مخدومة مخدومة بالطرز ديال اليد، هانتوما الغرزة الفرنسية بالبريد والطرز الرباطي باليد، ومخدومة هنا بالطريسنات والصفار رقيقة والعوينات باللوينات باش مجموعة كاملة البنات وديزها في الطرز، جات غزالة. دخلنا ليها لوين من دوك اللوينات اللي في الطرزة. هما البنات هذا راه القفطان ديالهم، القفطان ديالها كاين في الراندة دابا، هاد اصلا هاد اللوينات اللي هنا في الطرزه كلهم من القفطان اللي من القفطان التحتاني، راه صورتها لكم هي بوحده بعدا نصورها لكم هي القفطان ديالها، كتجي غزاله البنات شتو كتجي فنه فنه فنه. تطريزه غزاله تبارك الله على المعلمين المعلمه حنان. هانتوما لجات غزالة تبارك الله، المهم كي قلت لكم اللوينات اللي فيها من في الطريزة راه مهزوزين من القفطان التحتاني ديالها، يا دو بياس فيها القفطان التحتاني براندة والفوقاني بالطرز طرز اليد و مخدومة بالماكينة صالة إيفازي البنات، نتمنى تعجبكم. كاين هاد القفيطين البنات خفيف ظريف، تا هو راه بجلابتو، كتوجد جلابتو نوريها لكم،
ما نكذبش عليك عجبوني هاد القفيطنات، ما كرهتش انا يكون عندي واحد جوج ولا ثلاثه تلبسيهم انا العيد هكا. غادي عند شي ناس بيتغدي عندهم شي حاجه، شي حاجه خفيفه الصراحه، شي حاجه خفيفه ظريفه وفي نفس الوقت كتبان هماويه. وانتم راه ما شتيش طايح 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 البنات، طيحوا غزال. هذا قفتانو الفوقاني في هاد اللون اللي خادمين به في الموف، قفتان الفوقاني ديالو في الموف، ها نتوما جا غزال ولا ارواح. توب حريري 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 البنات، كيجي طايح وما كيلصقش، غزال 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 صراحه. اللي خداهم من عندي وخدمهم كاين اللي خدمهم، انا كنت بعت هاد التوب في رمضان، كاين اللي خدمهم بوحدهم هكا عجبوه وشكروني عليه، وكاين اللي خداو هذا بالبياسه الفوقانيه ديالو. مهم اللي وجدوا توجد البياسه الفوقانيه ديالو غنوري لكم اونصومبل، راه كيجي غزال هانتوما البنات، كيجي واقف ايفازي، كيجي غزال غزال غزال. نتمنى يعجبكم، كنتمنى البنات هذا الفيديو ديال اليوم خفيف ظريف. قولي عاوتاني انت، نتمنى نكون خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم. وكنتمنى ما تنسونيش ملي لايك والاشتراك، وديروا ابوني وبارطاجيوني مع الناس اللي عزيزين عليكم، باش ان شاء الله القناه ديالنا تزيد تكبر وتكبر وتكبر، وسنا نعطي ونعطي ونعطي ان شاء الله باذن الله. وفين ما كانت اي حاجه جديده ولو بياسه ولو جوج راه غادي نصورهم لكم. ومرحبا بالكومنتيرات ديالكم، مرحبا بالانتقادات ديالكم وبالاراء ديالكم، ومرحبا بالشكر ديالكم والحب ديالكم. شكرا بزاف بزاف، كنحماق عليكم.